بسم الله. مثل ما وقفنا المرة الماضية وشرحنا عن الباتش رياكتر، اليوم رح نحكي عن الفلو رياكترز، وحنبدأ في البداية في كونتينوس ستير تانك رياكتر أو كونتينوس فلو رياكتر. الكونتينوس ستير تانك رياكتر له خصائص. أول خاصية له إنه هو زي ما احنا شايفين بالرسمة هون، إنه على طول في عنا N عم بدخل مع الخلط وعم بطلع الأوت من الرياكتر بنفس الوقت. إذن هو عبارة عن open system، لأنه في عندنا continuously addition of reactants and removal of products. تمام؟ ال L streams instantaneously mixes with bulk of reactor volume، وهي assumption من assumptions اللي نعتبرها في CSTR. لاحظوا إحنا الأصفر والأزرق هم اعتبر إنهم كأنهم two reactants. Once إنهم دخلوا على الرياكتر حنلاقي إنه مباشرة عم يتحولونهم للميكستشر اللي تبع البرودكت اللي هو الأحمر، مما يعني إنه إحنا ما حنشوف إلا شيء واحد في الرياكتر اللي هو نفس الميكستشر اللي عم بيطلع مع as a product. تمام؟ فبالتالي instantaneously يعني نفس اللحظة اللي بدخل فيها بصير له mixing وبصير نفس ال product ال bulk of the reactor volume. ال assumption الأساسية في ال ideal CSTR بتشبه ال assumption اللي كنا نحكي عنها في ال batch reactor إنه perfect mixing. لاحظوا إنه نفس المنظر تبع ال batch reactor هو عبارة عن vessel في سيرر وفي input to output، لكن هناك حكينا ان input to output بندخلهم ونسكر ونبلش الميكسينج. هون لا، continuous feed للproduct للreactant عفوا، وcontinuous removal للproduct. فبالتالي لازم يكون في عنا هاي الassumption عشان نضمن انه احنا في عنا spatial uniformity في continuous stirred tank reactor. فبالتالي المنتج عن هاي الـ perfect mixing انه temperature والـ concentration are uniform throughout space زي الـ batch reactor. الـ composition of the exit stream is the same as the inside of the reactor. تمام؟ لأنه تلاحظوا احنا عم نحكي عن الـ product عم بيصير و perfect mixing و instantaneous mixing للـ feed. هلا لاحظوا انه الـ product اللي بده يطلع من هون ايش حيكون؟ حيكون اكيد نفس الـ mixture اللي موجود جوا هذا الـ reactor. هلا الستدي ستيت كونديشنز احنا بنشتغل بالفلو رياكترز بشكل عام، سواء سي اس تي ار او اي نوع من الانواع الثانيه رح نحكي عنها كمان شوي، انه هو عباره عن الستدي ستيت كونديشنز. شو معناته الستدي ستيت؟ ان الرياكشن ريت از ذا سيم ات افري بوينت اند دزنت تشينج وذ تايم. نحكي لما نحكي عن الستدي ستيت معناته ما في عندنا تشينج وذ تايم. تشينج وذ تايم في ايش؟ بالنسبه للشيء اللي جوا السيستم، الميكستشر اللي جوا السيستم ما بتغير لا التمبريتشر ولا الكونسنتريشن مع التايم. في الباتش رياكتر اذا بنقارن كانت الكونسنتريشن جوا السيستم بتغير مع التايم، هون كل شيء عندنا ثابت بالنسبه للتايم. هاي examples of CSTRs، هذا laboratory scale bioreactor. بنلاحظ انه في عندنا بافلز عشان تساعد في موضوع الميكسينج، هاي الامبلر بالنص اللي تعمل ميكسينج. اذا كان في عندنا فيد لغاز ستريم حيكون في عندنا سبارجر زي هون. الاوتلت ممكن يكون عندنا زي هيك بيطلع من هون الاير اوتلت الاير انلت. في عندنا جاكيت مرات لما يكون في احتياج عندنا هيتنج او كولينج. ففي different properties أو different characteristics لا أو parts بهذا CSTR. هذا نفس الشيء لكن هذا طبعا industrial scale على حجم كبير. بقول نفس الشيء في عندنا buffles. الهدف من buffles إنه يساعدوا ال impeller بعملية ال perfect mixing عشان نضمن إنه assumption اللي عاملينها لل ideality تكون valid as much as possible. نيجي هلا على المول بالانس ايكويشن ونشوف كيف نشتق المول بالانس للسي اس تي ار من الجنرال مول بالانس ايكويشن. بنتذكر انه هاي هي الجنرال مول بالانس ايكويشن اللي احنا قلنا انه بنستخدمها عشان نشتق المول بالانسز لكل انواع الرياكتر. هلا بنيجي هون ان ماينس اوت بلس جنريشن بيساوي اكيوميليشن. بنتذكر احنا رح نحكي عن ستدي ستيت كونديشنز وبالتالي ما في عندنا اكيوميليشن، اكيوميليشن نو تشينج وذ تايم لانه ستدي ستيت كونديشنز. إذا صارت عندي المعادلة بهذا الشكل إنه الـ N minus الـ out plus الـ generation بتساوي 0. هلا نرجع مرة ثانية على الـ generation part وبنتذكر إنه إحنا عم نحكي عن perfect mixing وبالتالي الـ concentration is constant والـ temperature is constant، بالتالي ما في change of the rate of reaction with respect to الفوليوم. بنتذكر دائما إنه إحنا بنعمل integration حسب الشيء اللي موجود هون، فبالتالي الـ rate of reaction is constant with respect للفوليوم اللي بنعمله integration، وبالتالي بيطلع برا الـ integration بصير عندي معادلة FJ نود minus FJ plus RJ في V بتساوي 0. بنرتبها على أساس إنه إحنا لما نعمل design للـ CSTR بدنا نحسب الفوليوم تبع الـ CSTR
لما كنا نعمل الديزاين الباتش رياكتور كنا نحسب التايم اللي بحتاجه. هون نحتاج الفوليوم عشان اعمل ريدكشن للنمبر اوف مولز من القله مولر فلوريد اف جي نود للاوت اللي هو الاف جي، بنقسمها على الماينس ار جي. تمام، اذا هاي المعادله هي الايديال ستيدي ستيت سي اس تي ار ديزاين ايكويشن. طبعا الار جي هون هي ميجرد وين عند الاكزيت زي ما حكينا، لانه اللي احنا تمام احنا بنحكي عن انه جوا التانك، لكن جوا التانك هي نفسها اللي هي بيطلع من التانك او السي اس تي ار، لانه حكينا انها بيرفكت ميكسينج، بالتالي لما بده يجي البرودكت يطلع من التانك بده يطلع بنفس الكونسنتريشن اللي كان جوا هذا التانك. تمام، هلا احنا بدنا نرجع ناكد على انه how do we determine the molar flow rate fj اللي هي المول تبعتها او اليونت تبعتها عفوا هي المول بير يونت تايم، هي مولر فلو ريت. تمام، فالمول شو بتساوي؟ بدنا نجيبها من الكونسنتريشن تايمز الفوليوم. اذا بنحكي عن نمبر اوف مولز هي كونسنتريشن تايم المول، بينما عم نحكي عن مولر فلو ريت معناته بنحكي عن كونسنتريشن تايمز الفوليومتريك فلو ريت اللي هي فوليوم بير يونت تايم. إذا طلعنا على اليونت عشان نتأكد من الكونسستنسي، مولز بير يونت تايم، هون مولز على فوليوم لأنه كونسنتريشن، هون فوليوم على تايم، فبالتالي الفوليوم بتروح مع الفوليوم يضل عندي مولز على تايم. إذا ممكن أكتب هاي المعادلة نفسها بدلالة الكونسنتريشن والفوليومتريك فلو ريت بهذا الشكل اللي هو الفوليوم تساوي سي جي نوت في في ماينس سي جي في في على الماينس ار جي. هاي هون البي نوت طبعا بتكون موجودة. تمام، اذا بهيك بكون وصلنا لنهايه السي اس تي ار، وهلا رح نحكي عن البلاج فلو رياكتر. البلاج فلو رياكتر الفكره تبعته انه عباره عن رياكتر هو بكون تيوبلر بايب وبيمشي في الرياكشن ميكستشر ان بلاجز. لاحظوا هاي اللي هون، هاي البلاج يعني عباره عن بلاج بيدخل الرياكتر، هاي القله تبعه بيمشي بطول الرياكتر في السلندر وبيطلع خلال ما هو عم بيتحرك هون بتغير الكونسنتريشن، بصير عندنا الرياكشن، وبعدين بالنهايه بوصل للكونسنتريشن تبع الرياكتنت برودكت اللي احنا بدنا اياه. خلينا نتبع بين البلاج فلو اللي هون والكونسنتريشن مع الديستنس اوفر داون ذا رياكتر. بتلاحظوا كيف انه بالبدايه بيكون هذا الرياكتنت الاخضر والبرودكت الازرق، في البدايه بيكون عندنا هاي كونسنتريشن للرياكتنت وبقل مع الرياكتر ديستنس، وهون البرودكت طبعا بيكون زيرو وبعدين بزيد مع الوقت لحد ما نوصل لنهايه الرياكتر. فبالتالي هون في عندنا كونسمشن للرياكشن ومقابله برودكشن ل او فورميشن للبرودكت. طبعا احنا بنحكي عن ستيدي ستيت موفمنت اوف ماتيريال داون لينك للرياكتر، برضه عم نحكي عن ستيدي ستيت كونديشنز. هلا الرياكتنتس ار كونسيومد از ذي فلو داون ذا لينث اوف ذا رياكتر زي ما حكينا اوبريتد ات ستيدي ستيت. المين اسامبشن هون بالنسبه للبلاج فلو رياكتر، عشان نحكي انها بلاج يعني جزئيه عم تمشي نفسها طول الوقت، اذا هاي المولكيولز بضلهم ماشيين مع بعض من اول ما يدخلوا على الرياكتر لحد ما يطلعوا. طبعا داون ذا ستريم بصير في عندنا رياكشن، فبتغير الكونسنتريشن للرياكتنت مع اللينكث وبزيد الكونسنتريشن للبرودكت. فهلا هون نو راديال فاريشن ان تمبريتشر كونسنتريشن اور رياكشن ريت. هذا بنحكي انه على الراديال دايركشن اللي هو اذا طلعنا على الراديوس مثلا عند زيرو عند السنتر اوف ذا سلندر او عند اطرافه، رح نلاقي انه حتكون التمبريتشر والكونسنتريشن ثابته. اوكي، اذا هون ما بصير في عندنا تغير ايش بال اون ذا راديال دايركشن، وبالتالي بما انه الكونسنتريشن وال والتمبريتشر ثابتين، بالتالي حيكون الرياكشن ريت ثابت على الراديال دايركشن. نتاكد انه احنا على الراديال دايركشن. هلا اول فلويد جاز اليمنتس هاف ذا سيم ريزيدنس تايم، يعني احنا بنحكي انه هاي المولكيول دخلت هون بدها تقضي وقت معين تمشي لحد ما توصل للاخر. المولكيول حتدخل بعديها مباشره وحتقضي بالضبط نفس الوقت اللي حتقضيه المولكيول اللي قبلها، فبالتالي هذا اللي بنسميه ريزيدنس تايم، يعني قديش الوقت اللي بيقضيه المولكيول جوا الرياكتر. الفرضية الأساسية الثانية اللي هو إنه كل الإليمنتس كل المولكيولز بيقضوا نفس الوقت بالضبط جوا هذا الرياكتر. هاي أشكال البلاك فلو رياكتر لما يكون في الإندستري، بنلاحظ إنه عبارة عن سلندر زي هيك، ممكن يكون سلندر واحد أو بيكونوا مجموعة من السلندرز، بيكونوا هدول مجموعة سلندرز مثلا موجودين جوا هذا السلندر الكبير. هو اللي بيلجأوا لهاي الطريقة عشان بدل ما يحطوا سلندر واحد طويل مثلا طوله
كيلو متر كامل، ممكن نقسم الكيلو متر هذا على 25، كل واحد منهم مثلا 40 متر، شيء زي هيك او اقل شوي يعني، او رقم قليل من هذا النوع. لكن البارلل ارينجمنت هاي بتوفر مساحه وبتوفر طول، فبنحصل لنا على نفس النتيجه. تمام. هلا نيجي على المول بالانس للبي اف ار. هلا زي ما حكينا انه بالبلاك فلو رياكتور the composition of the fluid varies from point to point along a flow path. اذا مش زي السي اس تي ار انه جوا الرياكتور بتكون كل النقاط لها نفس الكونسنتريشن والتمبريتشر. هون عم نحكي انه من اول ما يدخل على الرياكتور لحد ما يطلع منه بيصير في تشينج في الكونسنتريشن، بيبدا بهاي كونسنتريشن للرياكتنت وبنزل، وبيبدا بزيرو كونسنتريشن للبرودكت مثلا وبزيد مع الرياكتور. فبالتالي الماتيريال بالانس فور ا رياكشن كومبوننت ماست بي ميد فور ا ديفرنشال اليمنت. ما بنقدر نعمل هلا الاوفر اول، لا بدنا نقسم الرياكتور على الديفرنشال اليمنت. طبعا احنا هون بس مكبرين الديفرنشال اليمنت عشان التوضيح، وبالتالي بنلاحظ انه هلا بنعمل البالانس على هاي الديفرنشال اليمنت اللي هي بتكون كثير صغيره، وبنشوف قديش اللي داخل عليها وقديش اللي طالع منها، بنطبق المول بالانس ايكويشن بالضبط. هلا احنا المول بالانس ايكويشن حتكون ال n ماينس الاوت بلس جنريشن بتساوي زيرو. ليش زيرو؟ لانه برضه ستيدي ستيت، يعني كان فلو رياكتور اوبريتنج ات ستيدي ستيت. هلا ال n اللي هي وين؟ عند ال v. تمام. الاوت وين؟ عند ال v بلس دلتا v، والريت اوف جنريشن هي ار اي في دلتا v. هلا لانها كثير اليمنت صغيره، عم نفترض انه الكونسنتريشن والتمبريتشر في هاي الاليمنت الصغيره ثابته، وبالتالي الكونسنتريشن الريت اوف رياكشن ثابت، وبالتالي عم نحكي انه الريت اوف جنريشن هي ار اي في دلتا v على هاي الديفرنشال اليمنت الصغيره. هلا احنا متعودين انه احنا بنرتب هاي المعادله وبنقسم على الدلتا v، وعشان نكون احنا دقيقين لازم نكون الدلتا v goes to zero. بالتالي هاي المعادله رح تتحول الى differential equation، وهاي differential equation dFA by dV بتساوي RA، هي الـ ideal steady state PFR design equation. تمام. هلا احنا لازم نعمل design للـ PFR، شو بدي اطلع؟ بدي اطلع الـ volume زي الـ CSTR، بطلع الـ volume of this reactor اللي بتحول الـ FA node لـ FA. فبالتالي انا بدي اضبط هاي المعادلة واحط الـ V، اعمل separational variable واحط الـ V هون لحال، بعدين بزيد الـ dFA على الـ RA وبعمل integration من FA node لـ FA. هذا هو الفوليوم necessary to reduce the entering molar flow rate mole per second for example from FA node to the exit molar flow rate FA. هلا اذا عملنا احنا assumption انه PFR is ideal, the degree of completion is not affected by PFR shape، وهي مهمة نعرفها، only by PFR volume. اوكي. اذا كان الشيب تبعه سواء تيوب او اي شكل ثاني، طالما انه هو PFR، طالما انه ideal reactor والحقيقة في انه البلج عم تمشي بنفس الـ residence time لكل المولكيولز، وانه ما في radial chain radial variation بالـ concentration والـ temperature، معناته ما رح يفرق عنا الـ shape تبع الـ PFR، وانما only the volume of the PFR هو اللي بيأثر على الـ conversion degree of completion of the reaction. النوع الثالث والأخير اللي حنحكي عنه اليوم اللي هو الـ packed bed reactor. في الـ packed bed reactor بيشبه تماماً عمل الـ PFR، هو عبارة عن cylindrical shell لكنه vertically oriented في الغالب. غالباً بيكون gravity driven flow، يعني الفلو اللي بينزل من هون ما بيكون في عنا pump أو أي driving force other than the gravity اللي بينزل فيها الفلويد منزول على الباكينج. هلا الهد هو عبارة عن اللي هون بيصير، هو عبارة عن heterogeneous reaction. ليش؟ لأنه الرياكشن بيصير على the surface of this packing اللي بيكون في الغالب فيه كاتاليست. فالرياكتنتس انتر ذا توب اند فلو ثرو ذا باكت بيد اوف ذا كاتاليست، والكونسنتريشن جريدينت اوف ذا رياكتنت اند برودكت داون ذا لينث اوف ذا رياكتور. اذا بتغير الكونسنتريشن من تبع الرياكتنت والبرودكت من بدايه الرياكتور لنهايته. الرياكشن بيصير وين؟ على السيرفيس اوف ذا كاتاليست، وبالتالي reaction rate based on the mass of the solid catalyst W not reactor volume. هذا الفرق الأساسي بين ال PFR وال PBR، إن هون في عنا heterogeneous catalyst، في عنا catalyst عم بيصير reaction على surface تبعه مش جوا ال volume of the reactor، وبالتالي ال rate of reaction أو rate of reaction عم بيكون based على ال weight of the catalyst not on the volume. عشان هيك بنستخدم ال RA برايم. تذكروا احنا لما حكينا عن الكاتالوجينيس كاتاليست قلنا بنستخدم انه البرايم عشان ندل على انه الريت اوف رياكشن هو بيست على الكيلوغرام كاتاليست. وبالتالي
المول بالانس الباكت بيد رياكتر هي exactly the same as the مول بالانس البي اف ار، لكن الفرق انه احنا بنعوض نستخدم بدل ار جي ار جي برايم، وبدل بير يونت فوليوم او بكون بدلاله الفوليوم، لا بكون بدلاله الويت اوف ذا كاتاليست. وبهاي الحاله احنا بنعمل ديزاين عن طريق انه انا الاقي الويت اوف ذا كاتاليست نيسيسري تو ريديوس النمبر اوف مولز من اف اي نوت للاف اي. تمام، هاي السمري للرياكتور مول بالانسز اللي مرينا عليهم. عندنا الباتش رياكتور بنلاحظ انها ديفرنشال ايكويشن وبنعملها انتجريشن عشان الاقي التايم نيسيسري تو ريديوس الان اي نوت لان اي اللي انا بدي اياها. البي اف ار نفس الشيء، والبي بي ار عباره عن ديفرنشال ايكويشنز بعملهم انتجريشن عشان بنفس الطريقه الاقي الفوليوم او الويت اوف ذا كاتاليست ذات از نيدد تو ريديوس المولر فلو ريت من الانلت اف اي نوت ل اكزيت معين مثلا اف اي. الوحيد الرياكتر اللي بيكون في عنا الجبريك ايكويشن هي ديزاين بالانس ايكويشن هو سي اس تي ار. وهذا حكي ليش؟ لانه بعيد على هاي النقطه انه الريت اوف رياكشن از كونستانت اول اوفر ذا رياكتر، وكل الرياكشن بيشتغل على نقطه واحده هي النقطه اللي جوا الرياكتر واللي هي نفسها طبعا الاكزيت كونسنتريشن وريت اوف رياكشن كونديشنز. تمام، إذا بهاي السلايد ننهي محاضرة اليوم ونبدأ بشابتر 2 بعد هاي المحاضرة.